إنها الثامنة بتوقيت غرينتش والحادية عشرة بتوقيت الرياض. ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين: فتح مراكز الاقتراع في انتخابات بريطانيا، حزب العمال يتقدم وسوناك يكافح. إسرائيل تقول إن حماس تخلت عن شروط وقف النار في المرحلة الأولى من الصفقة. بايدن يعترف بإخفاقه ويقول لن أرحل والديمقراطيون يتعهدون بدعمه. وفي ملفاتنا الخاصة: فوز ساحق أم برلمان معلق؟ نرصد السيناريوهات المتوقعة للانتخابات البريطانية. صناديق الاقتراع فتحت أبوابها في بريطانيا. انتخابات برلمانية حاسمة. حزب العمال متفائل والمحافظون يترقبون. سوناك يكافح للنهاية على ما يبدو. وستارمر يقول حان الوقت للتغيير. وبارقة أمل تعود إلى غزة بعد فتح باب المفاوضات من جديد. حماس منفتحة وإيجابية. أما إسرائيل فتدرس ردها على الصفقة. هل تخلت حماس بالفعل عن شرطها بوقف النار الكامل في المرحلة الأولى؟ والرئيس الأمريكي بايدن يعترف بإخفاقه ويقول في الوقت ذاته لن أرحل. وحزبه مرتبك ومنقسم. لكن ماذا يقول الشارع الأمريكي؟ من هناك نرصد الآراء. ابقوا معنا. وطلعت مش شايفه قدامي، غبره غبره بشكل مش طبيعي. أول صاروخ والثاني أجينا نجري ست طوابق الإمارة. فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في بريطانيا. الناخبون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية. والاختيار من بين 4515 مرشحا. الانتخابات تجري وسط توقعات بتحقيق حزب العمال المعارض فوزا كبيرا بعد 14 عاما من سيطرة حزب المحافظين على الحكم. بالفعل نتائج استطلاعات الرأي التي سبقت فتح مراكز الاقتراع أشارت إلى تقدم ثابت وكبير لحزب العمال بقيادة كير ستارمر، بينما اعترف المحافظون بأن حزب العمال يبدو متجها نحو النصر، حتى الناخبين على دعم الحزب. وفور فتح الصناديق، صناديق الاقتراع ببريطانيا، نشر زعيم حزب العمال مقطعا مصورا طالب من خلاله الناخبين بالتصويت ضد فوضى وفشل حزب المحافظين وعدم منحهم 5 سنوات أخرى، مشددا على أن الوقت قد حان للتغيير وأن الفرصة سانحة اليوم. إذا فاز المحافظون غدا ب5 سنوات أخرى فلن نرى أي تغيير، المشهد سيتكرر، والدليل رأيناه في حملاتهم الانتخابية، إذ بدأها سوناك بالوقوف إلى جانب ديفيد كاميرون، ثم استعار برنامج ليستراس فيما يتعلق بالضرائب، والليلة الماضية استعان ببورس جونسون لحشد الأصوات. لذا عندما أقول إن حملتهم تعمها الفوضى والانقسام والفشل فالدليل واضح كما رأينا في هذه الحملة، وبالتالي لن يتغير شيء. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور لرئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك وهو يتوجه إلى مكتب الاقتراع في نورث ليرتون شمال إنجلترا برفقة زوجته للإدلاء بصوته في الانتخابات العامة. حزب المحافظين بالفعل محبط وأقر بهزيمته في الانتخابات أمام حزب العمال بزعامة كير ستارمر حتى قبل فتح مراكز الاقتراع، بل وحذر من أن الحزب المعارض في طريقه لتحقيق فوز لم يسبق له مثيل. لكن سوناك يبدو أنه يريد أن يكافح حتى النهاية.
أمامنا 24 ساعة، لن نستسلم لحزب العمال. سنناضل من أجل كل صوت، سنناضل من أجل قيمنا، وسنناضل من أجل رؤيتنا لبريطانيا. أستطيع أن أقول لكم إن الأمر لم ينتهي حتى تنطلق سفرة النهاية يا أصدقائي، ويمكنني أن أخبركم أيضاً أن هذا المستضعف سيقاتل حتى سفرة النهاية بدعمكم، لكن لدينا عمل عاجل لنقوم به يا أصدقائي، لأنه في هذه المرحلة الآن لم يبقى لدينا سوى يوم واحد لإنقاذ بريطانيا من خطر حكومة حزب العمال. وتوقع استطلاع رئيسي ثان خلال 24 ساعة الماضية فوزا ساحقا لحزب العمال أكبر من فوز عام 1997. صحيح، والذي كان طبعا لتوني بلير في وقت سيواجه حزب المحافظين أسوأ هزيمة له على الإطلاق مع حدوث اضطرابات للعديد من الوزراء. ومن المتوقع أن يحظى حزب العمال ب 430 مقعدا، ما يوازي 39.3% من الأصوات. أما المحافظون فسيكون نصيبهم 126 مقعدا مقابل ما يساوي 22.17%. و7%. وبالنسبة للديمقراطيين الليبراليين فسيحصلون على 52 مقعدا مقابل 13.5%. وفيما يتعلق بمقاعد حزب الإصلاح في المملكة المتحدة فسيحصل على مقعدين 2 مقابل نسبة 13.1% من الأصوات. وتنضم إلينا من لندن مراسلة العربية كارينا كامل. كارينا أهلا وسهلا بك. كارينا، نستطلع معك الأجواء التي تجري فيها عمليات التصويت، نسبة الإقبال إلى حدود الآن على مكاتب الاقتراع، خاصة وأننا أمام يوم عمل. تماما، ونحن هنا في مركز اقتراع في لندن، شمال لندن تحديدا، في دائرة كير ستارمر الانتخابية. ننتظر وصول كير ستارمر إلى هذا المكان في أي لحظة. فرق الأمن وصلت قبل لحظات لتمشيط المكان، فبالتالي ربما نحن نتوقع أن يصل في أي لحظة الآن ليدلي بصوته هو وبصحبة زوجته فيكتوريا. هو مقيم في هذا المكان بقرب جدا، على بعد أمتار قليلة من مركز الاقتراع. هذا الرجل الذي يوم غدا جمعة قد يصبح رئيس وزراء بريطانيا إذا ما صحت كل هذه الاستطلاعات، خاصة تلك التي صدرت خلال 24 ساعة أشرنا إليها في المقدمة، ولكن نحن نتحدث عن فوز ساحق قد يكون إذا ما صحت الاستطلاعات للحزب العمالي. وفعليا إذا صحت كل هذه التقديرات، نحن نتحدث عن حصول الحزب العمالي على 430 صوت من بين 650 صوت إجمالي المقاعد في البرلمان البريطاني. أي حزب يحتاج ل 326 صوت للحصول على الأغلبية، فبالتالي 431 يعني أغلبية ب 212 صوت. هذه قد تكون إذا صحت التقديرات أكبر أغلبية لأي حزب في تاريخ بريطانيا، أكبر حتى من الأغلبية التي كان حصل عليها توني بلير عام 97. هذا ليس فوز، هذا قد يكون اكتساح للحزب العمالي. استطلاعات الرأي أيضا كارينا أشارت إلى أن الأولوية للناخبين وهم من حولك الآن دائما هي التكاليف المعيشية، بمعنى الهم الأول هو الشق الاقتصادي. السؤال عن الفوارق بالوعود بين حزب العمال وحزب المحافظين، هل هي من أدت إلى أن يكون هذا الفارق شاسعا في استطلاعات الرأي بهكذا رقم؟ بلا شك الملف الاقتصادي من أهم الأولويات بالنسبة للناخب البريطاني، وهذا ما دلت عليه كل الاستطلاعات ويعني كل النقاشات الدائرة. ولكن أيضا هناك ملف الهجرة، فقد نقول أن الاقتصاد والهجرة هي الأولويات الرئيسية بالنسبة للناخب البريطاني. طبعا أزمة تكلفة المعيشة، الصعوبات التي يواجهها المواطن في حياته اليومية، قد يكون هذا أكيد سبب لتراجع شعبية الحزب المحافظ الذي ربما هو يحكم بريطانيا منذ 14 عاما. ولكن إذا أشرنا إلى استطلاع ملفت صدر يوم أمس من يوغوف، سأل الناخبين لماذا تؤيدون الحزب العمالي، 48% من هؤلاء قالوا أنه سبب تأييدهم لحزب العمالي هو أنهم يودون إخراج الحزب المحافظ من الحكم، لأنه فعليا طالت مدة الحكم 14 عام، ربما هذه مدة كافية. أيضا 13% من الذين شاركوا في هذا
الاستطلاع قالوا انه حان الاوان للتغيير. فالمشكله هي انه يعني للاجابه على سؤالك بالنسبه للاوضاع الاقتصاديه، المؤشرات الاقتصادية تحسنت مؤخرا، معدل التضخم تراجع أخيرا إلى النسبة المستهدفة البالغة 2%، العديد من المؤشرات الأخرى، أسعار العقارات قبل يوم ارتفعت، تكلفة القروض العقارية هدأت نوعا ما، ولكن المشكلة أنه كل هذا التحسن الاقتصادي أولا ربما لم يشعر به بعض المواطن في حياته اليومية، ولكن أيضا جاءت بعد فوات الأوان بالنسبة للحزب المحافظ. شكرا لك من لندن مراسلة العربية كارينا كامل. عموما لنلقي نظرة أوسع على ريتشي سوناك رئيس الحكومة البريطانية وزعيم حزب المحافظين الذي يعتبر سجله أو الذي سجله التاريخ كأول رئيس حكومة آسيوي. My family emigrated here with very little and that's how I was raised with the values of hard work. سطر التاريخ قصة ريتشي سوناك أول رئيس وزراء بريطاني من أصل آسيوي. نشأ في عائلة عاملة من أب طبيب وأم صيدلانية. همها الأول تعليم ريشي أكاديميا وحياتيا وأسس النجاح. من عالم المال والأعمال ومنجزاته الشخصية انتقل إلى السياسة عام 2015 وتدرج في سلمها سريعا ليصبح وزيرا للمالية في حكومة بوريس جونسون ويقود دفة اقتصاد البلاد في ظروف استثنائية بدءا من تبعات بريكزيت وجائحة كورونا وصولا إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من أزمة غلاء معيشية غير مسبوقة. بقيت عين سوناك على الزعامة وساعده في ذلك سقوط بوريس جونسون السريع وإخفاق ليستراس، فوصل إلى 10 داونينج ستريت متعهدا بخمسة وعود، ثلاثة متعلقة بالاقتصاد واثنان لخفض قوائم الانتظار في المستشفيات ووقف قوارب المهاجرين، لم يحقق منها سوى 2 في 18 شهرا. Things have not always been easy and we have not got everything right. أيام عصيبة مر بها ريشي سوناك أغنى سياسي بريطاني، وبعد أن كان الأمل المنشود في توحيد صفوف حزب المحافظين انقلب عليه المقربون وحاولوا الإطاحة به، وكثيرا ما سمع الزعيم يعتذر عن أخطاء. جل من لا يخطئ، لكن ريشي سوناك وحزب المحافظين أكثر من أخطائهما في 14 عاما من الحكم، والناخب هو الحكم. مصطفى زارو، العربية، لندن. من لندن ينضم إلينا الباحث في الشؤون البريطانية والدولية الدكتور فؤاد عبد الرازق. دكتور فؤاد مرحبا بك معنا. هل بات حزب المحافظين بالفعل دكتور فؤاد حسب نتائج الاستطلاعات، حسب الجو العام أيضا في بريطانيا، قاب قوسين أو أدنى من أزمة وجودية قد تطيح بأكثر من الثلثين لمقاعده طبعا في مجلس العموم، ويتجه إلى خسارة تاريخية في بريطانيا؟ مرحبا بحضرتك. حقيقة الذي يقرأ استطلاعات الرأي وجميع الأراء رغم أننا اليوم في نوع من الصمت الانتخابي، كل ذلك يشير إلى يعني تفوق حزب العمال بفارق كبير، ولكن هذا أيضا يثير بعض المخاوف. هل هذه الأغلبية ستكون أغلبية مريحة؟ الأرقام تشير إلى ذلك، لكن هذه الأرقام لم تترك مجالا لمسمى بهامش الخطأ في هذه الأشياء، لأنه ربما تحدث بعض المتغيرات. طبعا مهما حدث المتغيرات لن يحول ذلك دون فوز حزب العمال، ولكن يمكن أن يقلب بعض الموازين ويسحب بعض الأصوات من حزب العمال، خاصة وأن هناك أساليب تكتيكية ممثلة فيما يقدم عليه ناجل فراج وما يمكن أن يحدثه من شرذمة الأصوات بالنسبة لحزب العمال وأيضا بالنسبة لحزب المحافظين. هناك أيضا المستقلون ربما يؤثرون بعض الشيء، فهذا يمكن أن يؤثر على الغالبية التي يمكن أن يحصل عليها حزب العمال، وأيضا يمكن أن يؤثر على ترتيب الأحزاب، خاصة وأن هناك نجاحا ملحوظا مثلا إذا ما صوت الناخبون للحزب الليبرالي الديمقراطي، وهذا يمكن أن يحتل المركز الثاني. هذه كلها
احتمالات ليست مؤكدة، هذا ما سيؤكد نتائج الانتخابات فقط وليس التقديرات واستطلاعات الرأي التي يمكن أن يكون بها هوامش خطأ كثيرة وليست كبيرة حتى نكون منصفين. لكن من يستمع إلى كل الآراء وكل الأشياء يظن أن حزب العمال هو الذي سيفوز وبأغلبية مريحة. طيب نتحدث قليلا يعني عن سيناريوهات اليوم التالي للانتخابات العامة. يعني إذا كانت غالبية الاستطلاعات تشير إلى أن الاحتمال الأكبر هو فوز حزب العمال بغالبية مقاعد البرلمان، هناك دائما مفاجآت نايف اللحظة الأخيرة. مفاجآت اللحظة الأخيرة وهي واردة دائما، نتابع أبرز الاحتمالات. ماذا يكتب الرابع من يوليو للسياسة البريطانية؟ وما هي السيناريوهات المحتملة غداة صدور نتائج الاقتراع؟ التوقعات تشير إلى واحد من اثنين، إما فوز أحد الأحزاب بأغلبية ساحقة أو برلمان معلق. فماذا يعني كل من هذين السيناريوهين؟ أولاً، إذا حصل أحد الأحزاب الرئيسية على أغلبية المقاعد أي أكثر من 325 مقعداً في البرلمان، سيتمكن الحزب من تشكيل الحكومة البريطانية المقبلة. وتشير الاستطلاعات إلى أن العمال في طريقهم للفوز بأغلبية المقاعد، بل بفوز قياسي قد يمنحهم 441 مقعداً في البرلمان، ما يعني فوز كير ستارمر برئاسة الوزراء وتشكيل حكومة عمالية. أما السيناريو الثاني برلمان معلق، أي عدم حصول أي من الأحزاب على أغلبية المقاعد، ما يجبرهم على التحالف مع أحزاب أخرى في عملية قد تستغرق عدة أيام من المفاوضات. خبراء في الانتخابات البريطانية أشاروا إلى أن كل السيناريوهات واردة، وأن حزب العمال رغم التوقعات الكبيرة بفوزه إلا أنه قد يفشل في الحصول على مقاعد كافية، خصوصاً بعد خسارته في عدد من المجالس في الانتخابات البلدية أمام أحزاب غير رئيسية أخرى، وهي انتخابات عادة ما ينظر إليها على أنها مؤشر لاتجاه الانتخابات العامة. طيب استمعت دكتور فؤاد إلى كل هذه السيناريوهات، ما السيناريو المرجح بشكل أكبر؟ هل سنكون أمام حكومة بأغلبية مطلقة أم أننا سنكون أمام برلمان معلق؟ في الواقع أستبعد وجود برلمان معلق، ربما ستكون الأغلبية مريحة بحيث لا يلجأ حزب العمال إلى التعاقد مع أي أحزاب أخرى. هذا حدث من قبل مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، ولكن هذه المرة وحسب حتى يعني استطلاعات الرأي وكل شيء الإشارة إلى برلمان معلق فقط من باب الحرص على المفاجآت التي يمكن أن تحدث في الانتخابات. أما إذا حدث المريح، حتى الأغلبية المريحة دي ستلقي بعباء كثيرة على حكومة حزب العمال لأنها سترث تركة ثقيلة جدا بعد 14 عاما. وهذا سؤال مهم دكتور فؤاد، هي سترث يعني تركة كما ذكرت ثقيلة ربما فيما يخص الشق الاقتصادي والتكاليف المعيشية، كذلك أيضا في ما يخص يعني نسب التضخم لو أنها يعني قلت بشيء بسيط يعني خلال الفترة الماضية، فيما يخص أيضا حتى شق التعاملات التجارية دكتور مع دول الاتحاد الأوروبي، العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. ما الذي سيتغير بعد أن يصل حزب العمال إلى سدة الحكم وإلى السيطرة على مجلس العموم البريطاني؟ التغير لن يكون كثيرا على صعيد السياسة الخارجية ولا على صعيد العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية. التغير سيكون في المجالات الداخلية، مجال الاقتصادي، مجال الصحة، البطالة، موضوع الهجرة وهو احتل حيزا كبيرا من مناظرات الحزبين، وأيضا ينظر إلى حزب العمال بأنه يريد أن يحدث شيئا جديدا. هذا رغم أن ريشي سوناك بذل جهودا كبيرة والحق يقال في المجال الاقتصادي وأدى إلى نوع من التحسن، وكذلك في المجال الاقتصادي والمجال الاستقرار السياسي داخل الحزب، رغم أن الوقت لم يسعفه. هو ربما يكون أخطأ بأنه دعا إلى انتخابات مبكرة إلى هذه الدرجة بحيث لم يتح له أن يستعلن، لو قدم إغراءات كثيرة وتغري الكثيرين وهو عقلية اقتصادية يعني فذة تعتبر في هذا المجال،
الأول، لكن الموضوع التغيير وكلمة التغيير أصبح لها بريقا، أصبح بحيث أصبح التغيير من أجل التغيير، رغم أن يعني سياسات حزب العمال ليست بالوضوح الكافي، حتى كاريزمة زعيم حزب العمال ليست بالقدر الذي يجذب الناخبين إليه، ولكن طيب الكلمة دكتور السحرية هي التغيير وهي التي دكتور عن, 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 عن البرامج الانتخابية دكتور فؤاد، عن البرامج الانتخابية، يعني هناك طيف بريطاني لم تعجبه هذه البرامج الانتخابية سواء لحزب العمال أو لحزب المحافظين أيضا كذلك، فهل هذا هو سبب رئيسي لزيادة أعداد المرشحين المستقلين عن الأحزاب السياسية البريطانية؟ الموضوع المستقلين له شق آخر، يعني مثلا لو أخذنا الحزب الذي أسسه جورج جالوي وهو له شعبية كبيرة ولكن في مناطق محدودة ربما يؤثر، أيضا وجود الكابوس الذي يمثله الحزب الإصلاح، فهذا يمثل كابوس أيضا لأنه سيسحب أعداد كبيرة من الناخبين من الحزبين، من حزب العمال ومن حزب المحافظين، وهو بآرائه اليمينية المتطرفة بيجذب يعني شريحة من المجتمع البريطاني، أتحدث هنا عن ناجيل فراج طبعا، فهدول الأحزاب الجديدة نشأت هو حزب الإصلاح وله شعبية أيضا الخضر دخلوا على الخط، وحتى حزب الإصلاح يعني يقال بأنه سيكون مؤثرا كبيرا خصوصا على المقاعد، مقاعد حزب المحافظين وفي هذه الانتخابات تحديدا. أشكرك دكتور فؤاد عبد الرازق من لندن، الباحث في الشؤون البريطانية والدولية. شكرا. التغيير هو شعار زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر منذ تولى زعامة الحزب بعد هزيمة اليساري المثير للجدل جيريمي كوربن في انتخابات للعام 2019. السياسي البراغماتي والمدعي العام السابق في طريقه إذا صحت طبعا استطلاعات الرأي إلى 10 داونينج ستريت، فمن هو ستارمر؟ بين الكلمة والأخرى يقول التغيير، العلامة الفارقة لكير ستارمر. تارة يصف نفسه بمغير حزب العمال الذي تولى زعامته في إبريل من العام 2020، وتارة أخرى يصف نفسه بأنه مغير بريطانيا والسعي إلى إحداث فرق في حياة الطبقة العاملة. When you said Jeremy Corbyn would make a good prime minister, did you mean it? Look, he would be a better prime minister. Well, look what we got, Boris Johnson. أقرب الحلفاء لليساري المخضرم جيريمي كوربن، ثم تنكر وأخذ موقعه كزعيم للعمال. To get things done, to strive each and every day to make a difference to the lives of working people. ستارمر ابن عائلة عمالية متواضعة، لكنه على عكس توجهات الحزب اليسارية مصمم على أن البراغماتية هي الممر الإجباري إلى الحكم لا الأيديولوجيا، وبسبب ذلك اتهم بأنه اقترب أكثر من اللازم من سياسات خصومه المحافظين. المحامي المدافع عن حقوق الإنسان أصبح في العام 2000 المدعي العام في بريطانيا قبل أن يدخل السياسة متأخراً في الخمسينيات من عمره، وصار نائباً في العام 2015. انتخب زعيماً لحزب منقسم، لكنه نجح إلى حد كبير في توحيده وضبطه قبل اهتزازه مجدداً على خلفية الحرب في غزة. عاقبته القاعدة الشعبية المسلمة في الانتخابات المحلية، كما غادره الكثيرون، وبعضهم يترشح اليوم ضده مستقلا أو ضمن أحزاب مناوئة له. معارض شرس لبريكسيت، لكن واقعيته دفعته للتعهد بأنه سيعمل على إنجاحه إذا تولى الحكم. لم يعد بزيادات ضريبية ضخمة تخيف رجال الأعمال من حكم العمال، فحزبه الجديد كما يصفه صار حزبهم أيضا، لكنه وعد الطبقة العاملة بأنه لن يزيد ضرائب الدخل أو التأمين الوطني أو القيمة المضافة. We will not raise income tax. We will not raise national insurance. We will not raise VAT. كير ستارمر يريد كل شيء، حماية الطبقة العاملة والحفاظ على الأثرياء، معادلة صعبة لزعيم يرث حكما مثقلا بأعباء مالية واقتصادية وبلدا منعزلا عن أوروبا والعالم.
من لندن ريما مكتبي العربية. نتوقف مشاهدينا مع هذه الصورة التي وصلت قبل قليل لإطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات على الجليل الأعلى وعلى المنطقة الحدودية شمالي إسرائيل، كما نشاهد في هذه الصور المتداولة أمامنا، وأيضا هذا الدخان جراء هذه الصواريخ التي أطلقت باتجاه شمالي إسرائيل والتي دوت فيها أيضا سفارات خصوصا في الجليل الأعلى. وهنا مراسل العربية تحدث عن إطلاق حوالي 120 صاروخا تجاه الجليل الأعلى والأسفل والجولان، وقد أشار إلى أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض عشرات الصواريخ. إذن مراسل العربية يقول أيضا بأن 6 مسيرات أصابت قواعد عسكرية إسرائيلية بالجليل والجولان، وتم اعتراض 6 أخرى. تشير التوقعات مشاهدينا إلى أن هناك يعني موجات ربما أكثر من هذه الاستهدافات الصاروخية، ربما قد تتجاوز 400 صاروخ على مدى 3 أيام. إذن هذه يعني ربما توقعته بعض المعلومات أيضا كذلك. حتى الآن نتحدث عن 120 صاروخا أطلقت باتجاه شمالي إسرائيل، حديث عن حرائق في عدد طبعا من المواقع في شمالي إسرائيل في الجولان المحتل أيضا كذلك. بعد هذه الاستهدافات وهذه الصور كما ذكرنا قبل قليل، هذه الأدخنة إذن كانت لهذه الصواريخ التي انطلقت باتجاه الجليل الأعلى، الأسفل أيضا كذلك الجولان. مراسل العربية يقول بأن هناك مروحيات إسرائيلية شاركت بالفعل في عمليات اعتراض الصواريخ بعد أن فشلت القبة الحديدية في اعتراضها. إذن سنتابع مشاهدين تفاصيل هذا الهجوم بعد هذا الفاصل. إذن مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. بارقة أمل بعودة المفاوضات في غزة، حماس منفتحة وإسرائيل تدرس ردها. ولدينا أيضا 9 أشخاص من كل 10 أجبروا على النزوح في غزة منذ بدء الحرب. حياكم الله من جديد. نذكر مشاهدينا بجملة الأخبار العاجلة التي وردت منذ قليل. صفارات الإنذار إذن دوت في الجليل الأعلى بعد الحديث عن إطلاق 120 صاروخا تجاه الجليل الأعلى والأسفل والجولان. هنا أشار إلى أن القبة الحديدية لم تنجح في اعتراض عشرات الصواريخ في المنطقة. ونذكر أيضا بأنه أشار إلى أن 6 مسيرات أصابت قواعد عسكرية إسرائيلية بالجليل والجولان، وتم اعتراض 6 أخرى. يعني هذا الحادث تسبب في اندلاع مجموعة من الحرائق، والحديث أيضا عن مروحيات إسرائيلية شاركت في عملية اعتراض الصواريخ بعد فشل القبة الحديدية. الحديث أيضا كذلك رجاء قبل قليل على إسرائيل يتحدث عن صفارات إنذار في عكا ومحيطها. المروحيات العسكرية الإسرائيلية شاركت بالفعل في محاولة التصدي لهذه الصواريخ بعد أن فشلت القبة الحديدية. تفاصيل أكثر نتابعها من الحدود الجنوبية اللبنانية مع مراسلة العربية ناهد يوسف. ناهد مرحبا بك معنا. التصعيد يبدو في أوجه هذا الصباح. صواريخ يعني انطلقت باتجاه إسرائيل، من أي المناطق انطلقت تحديدا إن كانت انطلقت من جنوب لبنان فعلا؟ نعم،
نايف، بالفعل انطلقت من جنوب لبنان من عدة مناطق، وبحسب ما علمنا استهدفت الجولان والجليل الغربي وشرق طبرية. يعني أكثر من 100 صاروخ ومسيرات تم إطلاقها باتجاه القواعد العسكرية، وهذا التصعيد نايف كان متوقعا بعد مقتل أبو نعمة قائد وحدة عزيز. الأمر نفسه حصل عندما تم اغتيال قائد وحدة نصر أبو طالب، وهما بنفس المستوى والحجم في حزب الله، ويومها أيضا كان الرد عنيفا واستمر لعدة أيام. لذلك كان متوقعا منذ يوم أمس بأن يكون الرد على مقتل أبو نعمة عنيفا وأن يستمر لأكثر من يوم. يوم أمس كان هناك عدد من العمليات في إطار الرد على استهداف أبو نعمة، واليوم يستمر هذا الموضوع. الصواريخ انطلقت لمدة أكثر من ساعة، يعني ناهد، هل من تصريحات أو بيانات لحزب الله بخصوص هذا التصعيد لهذا الصباح؟ حتى الساعة هو لم يصدر أي بيان حول هذه العمليات. بطبيعة الحال بعد قليل سيتحدث عنها، هو دائما يصدر بيانات يتحدث عن العمليات التي أطلقها، ما هي القواعد أو الأهداف التي كان استهدفها وأنواع الصواريخ أيضا التي استخدمها في هذه العمليات. لذلك بعد قليل بطبيعة الحال سيصدر بيانات يتحدث فيها عن هذه الاستهدافات المتواصلة. صفارات الإنذار لم تتوقف منذ أكثر من ساعة في الشمال الإسرائيلي. أيضا الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق على علوم منخفض فوق البلدات الجنوبية، هو متواصل بتحليقه. كان أغار صباحا على بلدة حولة، وبحسب المعلومات سقط قتيل في تلك البلدة جراء هذه الغارة. أيضا منذ حوالي الساعة والنصف أغار على بلدة رامية. يعني الطيران الحربي رجاء لا يزال يحلق على علو منخفض جدا فوق البلدات الحدودية الجنوبية، وهو ما نشهده منذ أكثر من ساعة وحتى الآن تحديدا منذ بدء إطلاق الصواريخ باتجاه الجولان وطبرية. يعني بالإضافة إلى قصف المدفعي كان هل الشرارة أيضا طلع عدد من البلدات هذا يعني دعينا نقول التصعيد الصاروخي الكبير إن كان من جانب حزب الله أو من جانب إسرائيل، هل كان سببه استهداف القيادي في حزب الله يوم أمس في منطقة الحوش في صور، أم أن السبب هي الغارة الإسرائيلية والغارات الإسرائيلية التي حدثت في أكثر من منطقة صباح اليوم ناهد؟ السبب الأساسي هو اغتيال أبو نعمة، وهو قائد مهم جدا، قائد بارز، هو من أهم القياديين الذين تم اغتيالهم منذ بداية المواجهات في جنوب لبنان. هو وأبو طالب كما كنا ذكرنا هما قائدا وحدات، وحدة عزيز ووحدة نصر. هي ثلاثة وحدات في حزب الله، وحدة عزيز ووحدة نصر ووحدة بدر. تم اغتيال سابقا أو قبل حوالي ثلاثة أسابيع في بلدة جوية قائد وحدة نصر، ويوم أمس قائد وحدة عزيز. ولأن أن يعني هذه الشخصية بهذا الحجم في حزب الله، لذلك كان هذا الرد عنيف جدا من قبل حزب الله، هو الرد نفسه الذي شهدناه يوم اغتيال أبو طالب. لذلك كان متوقعا هذا الرد العنيف نايف، ولهذا السبب يعني هذه الهجمات الصاروخية أتت بسبب اغتيال أبو نعمة وليس بسبب الغارات المتنقلة على البلدات الحدودية، والتي يمكن أن تستمر هذه الردود ليس فقط اليوم بل ربما يوم غد أو بعده، كما حصل سابقا عند اغتيال أبو يعني طالب، حيث استمرت الضربات على مدة أربعة أيام باستهداف قواعد استراتيجية. طيب ناهد، بالنسبة للضربات والغارات الإسرائيلية هذا الصباح، هل كانت على مناطق مأهولة بالسكان؟ ماذا عن وضع السكان في هذه المناطق التي شملتها الاستهدافات الإسرائيلية هذا الصباح؟ الغارات اليوم كانت حصلت على بلدات حدودية خالية من السكان، إلا من أعداد جدا قليلة ممن بقوا في هذه البلدات. عندما نتحدث رجاء عن استهدافات أو عن غارات على البلدات الحدودية، معظم هذه البلدات خالية تماما، هناك عدد قليل جدا منها ممن بقي، بعض يعني أعداد قليلة جدا يعني لا تقترب إلى 1% من السكان الذين بقيوا في هذه البلدات، خصوصا وأنها منذ أكثر من 8 أشهر وتتعرض لاستهدافات بشكل شبيه يومي. هي خالية منذ بداية المواجهات، خصوصا وأن يعني كانت إسرائيل تحرص على قصف كل البلدات التي تقع على الشريط الحدودي. بعض التحليلات قالت بأنها تريد أن تعيد أو أن تشكل حزاما أمنيا أو شريطا أمنيا لها، لذلك قامت بكل الاستهدافات على كامل الشريط الحدودي، ليس فقط استهداف لعناصر أو لتحركات، بل هي كانت تتقصد بأن تحرق كامل هذا الشريط أو أن تدمر كامل هذا الشريط.
سيد ربما حزب الله كما قالت 5 كيلومترات إلى العمق ناهد، لكن أيضا السؤال كذلك عن الأجواء ربما اللبنانية الآن خصوصا في الجنوب، عن طائرات الاستطلاع، عن الطائرات الحربية الإسرائيلية، هل هناك مشاهد وكثافة ربما مختلفة عن الأيام السابقة التي كان فيها يعلو طبعا الحديث عن يعني ربما بعض عن بعض الهدوء ربما في هذه المناطق أكثر، لكن قبل ذلك أشير إلى أن مراسل العربية الآن يشير إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة جراء القصف الآن على شمالي إسرائيل، كما ينقل مراسل العربية. إذن مشاهدينا في هذه الأخبار العاجلة، أعود إليك ناهد مرة أخرى للسؤال عن التحليق الكثيف للطائرات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني، كيف اختلف عن الأيام السابقة؟ الطيران الحربي عادة لا يفارق سماء البلدات الحدودية، وهو منذ فترة ويقوم بخرق جدار الصوت ليس فقط فوق الجنوب إنما أيضا فوق بيروت وصيدا ومناطق البقاع في محاولات لترويع اللبنانيين. هذا بدأه منذ أسابيع يقوم بهذا العمل، ولكن بالنسبة هنا للبلدات الجنوبية يمكن القول بأنه بطبيعة الحال اليوم تكثف أكثر من الأيام السابقة. في الأيام السابقة كانت المواجهات في الجبهة الجنوبية هي نفسها التي كنا نشهدها منذ أشهر. أول تصعيد أو أكبر تصعيد كان حصل منذ بداية المواجهات مع مقتل أبو طالب، حيث كان يومها التصعيد الأكبر بالنسبة لحزب الله، وكانت بالفعل الجبهة الجنوبية تشهد تصعيدا من كلا الطرفين. اليوم نفسه الأمر تكرر بعد اغتيال أبو نعمي، لذلك يمكن القول أن هاتين الفترتين هما شهدت أكثر فترة تصعيد، وهذا التصعيد متوقع بأن يستمر لهذين اليومين مع التوقعات طبعا أيضا بأن تستمر عمليات الردود وإطلاق الصواريخ من قبل حزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية حساسة أو استراتيجية تعتبر بالنسبة إليه. لذلك يعني أما بعدها قد يعود المشهد إلى ما كان عليه كما حصل سابقا بعد التصعيد بعد مقتل أبو طالب، أيضا عاد المشهد في الجبهة الجنوبية إلى المواجهات المعتادة بين حزب الله و إسرائيل، غارات على المناطق الحدودية ومقابل عمليات من حزب الله على مواقع إسرائيلية على الشريط الحدودي منتشرة. ولكن في هذه الأيام أو منذ يوم أمس واليوم ومتوقع اليومين المقبلين بأن تشهد الجبهة الجنوبية بالفعل تصعيدا. شكرا جزيلا لك ناهد يوسف مراسلة العربية من الحدود الجنوبي اللبناني، سأعود إليك إن استجد أي جديد في هذا الملف. بارقة أمل تعود إلى غزة بالحديث عن عودة المفاوضات. عودة حذرة لكن مؤشراتها هذه المرة إيجابية كما تقول مصادر من إسرائيل ومن حماس أيضا. مصادر إسرائيلية أكدت أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مساء اليوم مشاورات ومن ثم اجتماعا لمجلس الوزراء بشأن رد حماس فيما يتعلق بصفقة الهدنة. في الأثناء أيضا قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إنه من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الصفقة مع حماس. وأشارت الصحيفة إلى أن هناك غضبا في المستوى الأمني بسبب تعليقات سياسية مضادة للصفقة صدرت قبل حتى وصول رد حماس. وأشار مصدر أمني إسرائيلي إلى أن حماس تخلت عن شرط وقف إطلاق النار في المرحلة الأولى، أن الخطوط العريضة لرد الحركة جاءت إيجابية نسبيا. ومن جهته قال وزير المالية الإسرائيلي بتسائل سموتريتش إن الوقت ما يزال غير مناسب للتخلي عن الضغط العسكري على حماس. وعلى صعيد تطورات الحرب تستمر الاشتباكات العنيفة في حي الشجاعية بمدينة غزة حيث توغلت دبابات إسرائيلية. وذكر مراسل العربية أن إسرائيل تشن قصفا مدفعيا متقطعا على شمالي النصيرات وسط قطاع غزة والمناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوبي القطاع. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة 3 آخرين في هجومين بشمال قطاع غزة الليلة الماضية. وقالت تقارير إسرائيلية أيضا أن الضابط القتيل هو قائد فصيل بلواء جفعاتي وقد قتل في معارك الشجاعية. لذلك ارتفع عدد القتلى المعلن في صفوف ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي منذ بداية شهر يوليو الجاري إلى 7.
ومعنا من دلبلح مراسل العربية أسامة الكحلوت. أسامة أهلا وسهلا بك. أسامة، ما جديد المشهد لديك خلال الساعات الماضية في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على منطقة الشجاعية وأوضاع السكان هناك في هذه المناطق؟ نعم، حتى هذه اللحظة القصف الإسرائيلي متواصل على منطقة حي الشجاعية، تحديدا في المنطقة الشرقية لمدينة غزة. هناك عدد كبير من العائلات والجرحى والمصابين حتى هذه اللحظة موجودين في منازلهم وتحت ركام المنازل التي تم استهدافها بالمدفعية الإسرائيلية. هناك عدد كبير لم يتمكن أحد من الوصول إليهم، لا سيارات الإسعاف ولا الدفاع المدني ولا حتى تقديم أي خدمة أو طعام أو مياه لهذه العائلات الموجودة تحت ركام المنازل في ظل استمرار العملية الإسرائيلية على منطقة حي الشجاعية. نتحدث عن عدد كبير من الإصابات، عن عدد كبير من العائلات حتى هذه اللحظة محاصر في المنطقة الشرقية القريبة من منطقة السياج الفاصل، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي اعتقل عدد كبير من الرجال الذين يسكنوا في المنطقة القريبة من منطقة السياج الفاصل بعد محاصرة منازلهم. نتحدث هنا على أن المنطقة في منطقة حي الشجاعية حتى هذه اللحظة تتعرض لقصف مدفع متواصل وانتشار الإصابات، وضحايا نقلوا قبل قليل إلى مستشفى المعمداني في قلب مدينة غزة، بالإضافة إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليته البرية في منطقة مدينة رفح بقطاع غزة. نتحدث هنا على قصف للمنطقة الغربية، تحديدا هذه المنطقة القريبة من مناطق الخيام ومراكز الإيواء العشوائية المطلة على منطقة مواصي خان يونس، بالإضافة إلى أن الجيش الإسرائيلي في قلب مدينة رفح ما زال يدمر ويقصف ويخرب في كل أحياء مدينة رفح، خاصة وأنه بدأ بالفعل بعملية تدمير لكل معالم مدينة رفح الأساسية، سواء كان دوار النجمة، دوار العودة، مسجد العودة الذي كان يعتبر من الآثار في مدينة رفح. هذا المسجد تم حرقه قبل أيام، ودوار النجمة ودوار العودة تم قصفهم وتدميرهم بشكل كامل، بالإضافة لتدمير كل مناحي وأشكال الحياة التجارية في قلب مدينة رفح، خاصة وأن هذه المدينة تعتبر عصب تجاري لكل قطاع غزة، وفي هذه المنطقة تحديدا محلات تجارية بأعداد كبيرة وقديمة، ولكن تم تدميرها بشكل كامل، بالإضافة إلى أن مدينة خان يونس حتى هذه اللحظة السكان تم إخلاء منازلهم في المنطقة الشرقية، وتم إخلاء نصف سكان مدينة خان يونس في المنطقة الشرقية باتجاه المنطقة الغربية. من دير بلح مراسل العربية أسامة الكحلوت، شكرا لك. أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 9 من كل 10 فلسطينيين في قطاع غزة نزحوا لمرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس. كشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أندريا دي دومينيكو أن العمليات الإسرائيلية قسمت قطاع غزة إلى قسمين، حيث قدر أن هناك ما بين 300 إلى 350 ألف شخص يعيشون في شمال المنطقة المحاصرة ولم يتمكنوا من الذهاب إلى الجنوب. اعترف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه قضى ليلة سيئة خلال المناظرة مع ترامب. اعترف أيضا أنه أخفق وارتكب خطأ على المنصة، لكنه أكد أنه لن يرحل. And a bad night. And the fact of the matter is that you know it was I screwed up. I made a mistake. That's 90 minutes on stage. Look at what I've done in 3.5 years. You know what he's doing. It's shameful. He's talking about black jobs, meaning all the things that blacks can do are manual labor, menial labor. That's what he's doing. That's how he looks at it. أما بالنسبة لحزبه المرتبك فيبدو أنه منقسم. حكام الولايات الأمريكية الديمقراطيين تعهدوا خلال اجتماع مع الرئيس جو بايدن يوم أمس بدعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما أعربوا عن ثقتهم به رغم أدائه الذي وصف بالكارثي في المناظرة أمام منافسه الجمهوري دونالد ترامب. وقال حاكم ولاية ماريلاند ويز موري إن الاجتماع الذي جرى في البيت الأبيض كان صريحا وصادقا. Did you discuss it? Do you think he's fit for office? Yes, fit for office. President has three and a half years of delivering for us, going through what we've all been through. None of us are denying. Thursday night was a bad performance. It was a bad hit, if you will, on that. But it doesn't impact what I believe he's delivering. لكن في المقابل أفاد موقع أكسيوس الأمريكي بأن بعض مندوبي الحزب الديمقراطي ما زالوا بحاجة إلى مزيد من الوقت لاتخاذ قرار حول الرئيس الأمريكي جو بايدن. وقالوا لأكسيوس إن تلك المناظرة تفزعهم حتى هذه اللحظة، ولا يعرفون إذا ما كان ينبغي لبايدن أن يتصدر بالفعل قائمتهم.
أو أنهم ينتظرون ما الذي سيفعله بايدن، مضيفين أنهم يريدون الوقت والخيارات المتاحة حال تنحي بايدن جانبا. عموما وضع بايدن صعب. قد أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال إلى أن 80% من الأمريكيين يعارضون ترشح الرئيس الحالي لولاية ثانية نظرا لكبر سنه. وأضافت الصحيفة أن 56% من الأمريكيين يعتبرون أن الرئيس السابق دونالد ترامب كبير في السن أيضا للترشح للرئاسة الأمريكية. كما خلصت نتائج الاستطلاع أيضا إلى تراجع بايدن، حيث أن 48% من الأمريكيين مستعدون لدعم ترامب وأن 42% يؤيدون بايدن. حالة الذعر والارتباك داخل الحزب الديمقراطي بعد أداء بايدن دفع إلى الحديث طبعا عن البديل. وهنا كشفت 7 مصادر من الحملة الانتخابية لبايدن ومن البيت الأبيض واللجنة الوطنية الديمقراطية بأن كمالا هاريس نائبة الرئيس هي البديل الأول له في سباق الرئاسة إذا قرر التنحي. لكن ماذا تقول هاريس؟ نائبة الرئيس تواصل التهرب من الإجابة على كل الأسئلة التي تخص استعدادها لتولي مهام رئاسية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ماذا يقول الشارع الأمريكي؟ العربية استطلعت الآراء بخصوص تنحي بايدن وإن كانت هاريس هي البديل الأنسب. أعتقد أنه يجب على جو بايدن أن ينسحب من السباق. أشعر أنه غير قادر أن يتولى رئاسة البلاد ولم يفعل الكثير لاقتصاد البلاد، على الرغم من أنه ذكر حقائق عن ذلك لكنها غير صحيحة. كمالا هاريس قادرة بالتأكيد على منح الناس المزيد من القيادة الحكيمة التي نبحث عنها، وأعتقد بصراحة أن إدارة بايدن فعلت ذلك كما تعلمون، رغم أنها تعرضت لانتقادات. نحن بحاجة إلى مرشح يتمتع برؤية واضحة ويكون قادرا على تحقيق طموحات الشعب الأمريكي. أعتقد أن كمالا هاريس أكثر ملائمة وهي قادرة على القيام بأشياء أكثر بكثير من جو بايدن. أعتقد أنها تقوم بالعمل خلف الكواليس أكثر مما يفعل بايدن، وهذا مهم للجميع. نعم، أعتقد أن كمالا هاريس ملائمة لخلافة بايدن، لكنني أؤيد بايدن وأراه الشخص المناسب. لقد أحببت سياسته، العمر مجرد رقم ولا يزال يقوم بعمله بشكل صحيح. قال المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية في أوكرانيا إن قواتهم اضطرت للانسحاب من أحد أجزاء منطقة دونيتسك، مضيفا أنهم انتقلوا إلى مواقع أكثر حماية واستعداد من منطقة تشاسيفيار التي تركوها لأنها أصبحت بالنسبة إليهم خطيرة. هذا وأظهرت استطلاعات للرأي أجراها المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن ما يقرب من ثلث إلى نصف الأوروبيين في بعض الدول الأوروبية يرون بأن حرب أوكرانيا ستنتهي بتسوية تفاوضية وبأن أوكرانيا لن تهزم روسيا في ساحة المعركة. في المقال أيضا يرى ما يصل إلى 31% ممن شملهم الاستطلاع في اليونان أن النصر الروسي هو الأكثر احتمالا، في حين أن 38% ممن شملهم الاستطلاع أيضا في استونيا يرجحون فوز أوكرانيا في النهاية. فيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أظهرت الدراسة أن معظم الدول الأوروبية تعارض زيادة مساهماتها باستثناء بولندا، حيث يؤيد 53% زيادة الإنفاق الدفاعي، وإستونيا بنسبة 45%، أما السويد فبنسبة 41%، وألمانيا بنسبة 40%.
حزب الله الآن يقول في هذا الخبر العاجل أسفل الشاشة بأنه استهدف ب200 صاروخ مواقع عسكرية إسرائيلية ردا على اغتيال أبو نعمة والذي اغتالته إسرائيل يوم أمس في منطقة الحوش بصور جنوب لبنان. نعود إلى ملفنا. يبدو مشاهدين أن المدفعية وحدها لم تعد كافية في حرب أوكرانيا، فمع تأخر النجدة الغربية كييف اتجهت إلى التكنولوجيا المتطورة لتحقيق مكاسب وهي الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية مكاسب جديدة بعيدة عن الغرب. التفاصيل معك رجاء، تفضلي. وفق استراتيجية خفية تمت من خلال قمر صناعي صغير، تقول أوكرانيا إنها حققت مستوى جيدا من الجودة والكفاءة في الحصول على البيانات الاستخباراتية. هذا القمر الصناعي سمح لكييف وفق موقع بوليتيكو بمراقبة وتتبع القوات الروسية من الفضاء وأيضا ضرب أهداف حيوية بطريقة مدروسة، بحيث وفر ما مجموعه 4173 صورة لمواقع روسية تشمل القواعد الجوية ومستودعات الذخيرة والصواريخ وأيضا منشآت النفط. إلى جانب ذلك، سمح هذا القمر الصناعي الذي تم شراؤه من شركة ICE الفنلندية لكييف بالتجسس وتلقي صور لمواقع الجيش الروسي في جميع الظروف الجوية. وفق مسؤولين من الشركة المنتجة لقمر يعتمد على تقنية رادار الفتحة الاصطناعية والتي تجمع صورا تفصيلية واضحة للوحدات الميكانيكية، وهذا يجعل من الصعب على الدبابات أو القوات أن تختبئ في المقابل، يسمح للجيش الأوكراني بالتخطيط لعملياته بشكل أفضل وأكثر فعالية. طبعا أوكرانيا قالت إن حوالي 38% من البيانات التي تم الحصول عليها من خلال هذا القمر تم استخدامها للتحضير لهجمات مدروسة طوال المدة وطوال أيضا الفترة الماضية. نايف، صحيح رجاء. قالت السلطات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية إنها أمرت بإجلاء نحو 13,000 شخص من مناطق سكنهم، وذلك بعدما التهمت النيران المشتعلة أكثر من 1400 هكتار من المساحات الخضراء بالقرب من أوروفيل. من جانبها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن المنطقة تواجه وضعا خطيرا مع بداية موجة حر مميتة قد تكون طويلة الأمد. شكرا لكم على كرم ولطف المتابعة. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. شكرا رجاء. شكرا لك نايف. نشكركم مشاهدينا، نعود ونلقاكم بداية الأسبوع المقبل. يا أمان الله.